انت جميله عوض. تعرف واحد اسمه محي الدين ابو العز؟ مين اللي مثل عروسه ومشي ده؟ ده عزت قطع وقطعت سيرته الناد للجبال. هو فرح محي النهارده؟ تسال على محي الدين ابو العز؟ امال انت بتلعب شخصيه ايه في الفرح؟ في اطار من الاثاره والكوميديا يسعى شاب للارتباط قبل سفره للخارج، لكنه يفاجأ بصدور حكم غياب ضده بالاعدام في جريمة لا يعرف عنها شيء، فيقرر الهرب من المطار ويمر بالعديد من العقبات والمواقف الكوميدية في رحلة إثبات براءته. طرح الفنان أحمد فتحي البرومو التشويقي لفيلم خمسة محي الدين أبو العز تمهيدا لعرضه قريبا في السينمات بمصر والوطن العربي. ونشر أحمد فتحي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام فيديو يتضمن البرومو التشويقي لفيلم خمسة محي الدين أبو العز معلقا: يا رب وفقنا قريبا فيلم خمسة محي الدين أبو العز. وشهد برومو العمل ظهور الفنان هشام ماجد ضيف شرف ضمن أحداثه، إذ يحدث بينه وبين أحمد فتحي العديد من المفارقات الكوميدية. ويشارك في فيلم محي الدين أبو العز الفنان مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، هاجر الشرنوبي، نور قدري، شريف أبو هميلة، فادي أشرف، لبن ونس، محمد عبد العظيم، حسن أبو الروس، مازن جمال، ميمي جمال، أسامة عبد الله، والعمل من تأليف محمد عبد الخالق، أنيس بوبواري، وإخراج شادي علي. وسبق وشارك الفنان أحمد فتحي في مسلسل بعنوان اللعبة الجزء الرابع بطولة شيكو هشام ماجد، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم ميو كساب، محمد ثروة، ميرنا جميل، محمد الليفي، محمد أوتاكا، عارفة عبد الله الرسول، سامي مغاوري. والعمل من تأليف أحمد سعد والي وإخراج معتز التوني. إلى هنا ينتهى هذا الفيديو، وسأقوم بتزويدكم بكل ما هو جديد عن موضوع فيديو اليوم فيما هو قادم. إذا أعجبكم الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. كان معكم أحمد محمود، قناة ترند.